تحية طيبة. اليوم جيناكم بفيديو يشمل كل الإجراءات والخطوات اللي تحتاجها حتى تسوي أبلاي أنه على مساعدات الحكومة الكندية لأسنان الأطفال. وأحنا في البريد رقم 2 راح نبدأ وياكم من البداية من الصفر شلون راح تسوي كل هاي الأشياء. أول شيء إذا عندك كمبيوتر تفتح البيج مال جوجل، أو إذا عندك فايرفوكس أو عندك أي براوزر ثاني راح تكتب canada.ca، راح يفتح لك الموقع، تكتب English، تروح على الإنجليش تسوي كليك عليها، راح يفتح لك الموقع مال الحكومة الكندية، والحكومة الكندية تنزل جوا بالوسط أكو شيء اسمه benefits، تضغط عليه. هذا البنفيتس راح ياخذك على بيج ثانية، على صفحة ثانية. هذه الصفحة بيها أول شيء بالوسط اللي هو الفاميلي اند كير جيفينج بنفيتس، تضغط عليها أيضا ضغطة، وراح تفتح لك بيج أخرى للسيرفيسز اند انفورميشن، يعني الخدمات والمعلومات. راح تنزل بالصفحة جوا أكو شيء اسمه كندا دنتال بنفيت، تضغط على الكندا دنتال بنفيت. هذا شنو هذا الموقع؟ هذا هو الكندا دنتال بنفيت اللي سويته أبلاي بي على البيريد الأولى. هسا احنا جينا على البيريد الثانية. البيريد الثانية تبدي من جولاي، وتهدف ميزة كندا المؤقتة لطب الأسنان إلى المساعدة في خفض تكاليف طب الأسنان للعائلات المؤهلة اللي تحصل على أقل من 90,000 دولار في السنة. يعني إذا أنت تحصل على أكثر من 90,000 دولار أنت غير مؤهل لأن تسوي أبلاي وتقدم على هذه المساعدات. قد يكون الآباء والأوصياء مؤهلين إذا دفعوا مقابل رعاية أسنان لطفل أقل من 12 سنة لا يمكنه الوصول إلى خطة تأمين خاصة للأسنان. يعني اللي ما عندهم انشورنس خاص، برايفت انشورنس أو انشورنس من العمل مالتهم يغطي الأسنان، فهذا الشيء يكون لهم. اعتمادا على الدخل الصافي لعائلتك المعدل يتوفر مع المبلغ معفى من الضرائب قدر 260 دولار أو 390 دولار أو 650 دولار لكل طفل مؤهل. يمكنك التقدم للحصول على دفعتين كحد أقصى لكل طفل. باب التقديم مفتوح حتى يونيو 2024، 30 يونيو 2024. تم تلقي 30 2024